السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أحباتي ومتابعي قناة إلكترو مصطفى. إذا أعجبكم الفيديو أتمنى الاشتراك في القناة وشكرا. موضوعنا اليوم طريقة التعامل مع أجهزة الجيل الثالث. الجزء الأول طريقة تمرير الصورة إلى دريم بوكس 800 HDSE. اولا نقوم بقطع الكهرباء على الجهاز. ونقوم بتوصيله بالكهرباء ونضغط على البور هكذا. وننتظر حتى نشاهد اي بي على الشاشة الصغيرة لدريم بوكس. هو اي بي. سوف أقوم بكتابة اي بي على المتصفح وأمرر الصورة. بعدما تم إحضار اي بي الخاص بدريم بوكس، الآن سوف نكتبه على المتصفح. وتم كتابته. الآن سوف نحمل الصورة التي نريد تمريرها إلى دريم بوكس هكذا. الآن تم تحميل الصورة. ننتظر حتى تمر الصورة بسلام. ومن ثم نذهب إلى دريم بوكس حتى يشتغل. أتمنى أني موفق في الشرح. إذا أعجبكم الفيديو الاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.